مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دخل مجلس التعاون الخليجي بقوة على خط الأزمة اليمنية بعد أن دعا وزراء خارجيته في ختام الاجتماع الطارئ في الرياض مجلس الأمن الدولي إلى إجازة استخدام القوة العسكرية تحت الفصل السابع لتسوية الأزمة السياسية في اليمن، بعدما أحكم الحوثيون المسيطرون على صنعاء قبضتهم على السلطة الشهر الماضي. هذا المتغير المهم يكشف عن تداعيات الأزمة التي تكبر ككرة الثلج في ظل مخاوف إقليمية ودولية من تأثير الخطوة الأخيرة للحوثيين بالاستيلاء على السلطة وحل البرلمان. والواقع أننا إزاء تطورات بارزة الأهمية دفعت بالتحرك الخليجي إلى الواجهة ليقود محاولة حثيثة لعودة المسار الطبيعي للعملية السياسية في اليمن عبر المبادرة الخليجية التي وفرت ضمانات جيدة لنجاحها قبل أن يجمدها الحوثيون. في مقدمتها أولا أن هناك محاولة لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة وتعزيز صعود الحوثيين كلاعبين جدد وقوة سياسية قادمة. ثانيا أن السيطرة على صنعاء ليس الهدف الاستراتيجي للحوثيين، وإن بدا ببعده السياسي مؤشرا مهما للوصول إلى الهدف البعيد وهو ضمان منفذ على البحر لأهداف عدة، وهو ما تحقق بالفعل بالسيطرة على ميناء الحديدة. ثالثا أن خيار القوى الواضح في لغة الخطاب السياسي الذي تتبناه جماعة الحوثي تهدف إلى فرض الأمر الواقع في ضوء الهيمنة على القوى الأمنية والعسكرية والتحرك باتجاه المحافظات النفطية. وإذا كان الأمر كذلك فنحن أمام مؤشرات بالغة الدلالة ترسم صورة لمآلات الوضع في اليمن ودخول الأزمة اليمنية برمتها منعطفا حادا وخطيرا، وأن التدويل بات الواجهة الرئيسية. في شؤون الساعة نطرح كل هذه التطورات للنقاش في محاولة لاستجلاء ما يكتنف المشهد في اليمن من تعقيدات وتشابك للمصالح وتحالفات في نقطة شديدة الحساسية تشرف على أهم ممرات التجارة الدولية البحرية وهو باب المندب وتمسها مع أهم مناطق إنتاج النفط في العالم. نرحب بضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن الوريث، ومن القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مشاهدينا فاصل قصير نبدأ بعده تحليلا لتطورات الجديدة في الأزمة اليمنية. إذا نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيوفنا الكرام، وأبدأ مباشرة مع الأستاذ حسن من صنعاء. أستاذ حسن، دخلت الأزمة في اليمن مرحلة بالغة الخطورة هكذا توصف، يتوقع أن تحدد المسار المستقبلي للبلاد بين الانزلاق كما يرى البعض إلى حرب أهلية أو العودة إلى العملية السياسية. أنت برأيك لأي مدى يتجه اليمن بقوة إلى أحد الخيارين؟ شكرا لكم. بالنسبة لليمن في حقيقة نحن الآن في مفترق طرق كما طرحت وكما هو الواقع يعني. نعم. إما إلى الحرب الأهلية والتشتت والتدهور، وإما إلى حل سياسي والعودة إلى مسار العملية السياسية التي كانت بدأت منذ العام 2011 عقب توقيع المبادرة الخليجية. بالتأكيد أنه الآن الأوضاع وما يجري حاليا من ضغط دولي وإقليمي على أطراف العملية السياسية في اليمن يدعونا إلى أن نتفائل ونقول أن العملية إن شاء الله ستتجه إلى مسارها الصحيح والعودة إلى العملية السياسية من خلال المفاوضات التي تجري حاليا برعاية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن السيد جمال بن عمر. بالتأكيد هذه المفاوضات رغم أنها شاقة ورغم أنها صعبة، لكنها في اعتقادي هي الأمل
لليمنيين من أجل الخروج من هذه الأزمة ومن هذا الوضع الذي وضعنا فيه كشعب يمني. بالتأكيد أنه اليمن موقعها موقع هام، اليمن أمنها هو عمق استراتيجي للأمن الإقليمي والأمن الدولي والعالمي. وبالتأكيد لابد أن تعمل هذه الأطراف الإقليمية والدولية على دعم مسار التفاوض من أجل العودة إلى العملية السياسية. طيب إذن أنت تستبعد حقيقة خيار الحرب الأهلية، وكما أشرت يعني هناك ضغط دولي، هناك ضغط إقليمي للحفاظ على اليمن، ولكن كما يبدو الأزمة دقت ناقوس الخطر في أروقة مجلس التعاون الخليجي. جاء الاجتماع الطاري لوزراء خارجيته في الرياض ليعكس حالة القلق من أجواء التوتر التي تخيم على المنطقة. ما هي المخاطر برأيك أستاذ حسن التي بنى عليها مجلس التعاون الخليجي دعوته لمجلس الأمن الدولي حتى للتدخل العسكري تحت مظلة الفصل السابع؟ أعتقد أنه بالنسبة لي الإخوة في الخليج يعرفوا أنه الاستقرار في اليمن هو استقرار لهم، وكما قلت أنا من قبل أنه أمن اليمن هو أمن لهم، وبالتالي لا بد أن يخافوا ويقلقوا على ما وصلت إليه الأوضاع في البلد، لأنه هناك كانت عملية سياسية تدهورت وانحرفت عن مسارها، وهذا الانحراف بالتأكيد أنه يؤثر وسيؤثر على الإخوان في الخليج، وبالتالي بالنسبة لهم واجتماعهم وما خرجوا به من قرارات أو خلال البيان الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون ودعوتهم لمجلس الأمن للتدخل في اليمن، أنا في اعتقادي أن لهم ما يبرر، لكن أنا سأنظر إلى بيان مجلس التعاون الخليجي أو المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي وأيضا قرار مجلس الأمن الذي صدر يوم أمس، سأنظر إلى هذين البيان والقرار وأيضا مواقف الدول المختلفة من ناحية أخرى. الناحية الأخرى هي ما تم الاتفاق عليه بين كل هذه المواقف وهذه البيانات وهذه القرارات، وهو أنه دعوة الأطراف والمكونات المحلية اليمنية إلى استكمال المفاوضات إلى التشاور من أجل الخروج باليمن إلى الطريق الصحيح وإعادة العملية السياسية إلى وضعها الطبيعي. هذه أنا سأنظر إليها من جانب إيجابي، وأنا أدعو أيضا الأطراف الدولية والمكونات المحلية إلى أن يبنوا على هذه الدعوات وأن يدعوا، لأنه هناك طبعا من ينظر إلى هذه البيانات وهذه المواقف من منظار سلبي، أنها تهدد وأنها تتوعد وأنها كذا، لكن أنا أرجو أن تبني هذه الأطراف على هذه المواقف أنها دعم لاستمرار عملية التفاوض، استمرار المشاورات، الخروج باتفاق برؤية لإنقاذ البلد، لأنه للأمانة أيضا الإخوان في الخليج وأيضا المجتمع الدولي يخشى من سيطرة تنظيم القاعدة على البلد، وهذا ليس في مصلحة الجميع، لا في مصلحة اليمن ولا في مصلحة أيضا الدول الخليج ولا أيضا المجتمع الدولي، لأنه موقف اليمن موقع اليمن موقع هام، وبالتالي يخشى من أن تكون اليمن منطلقا لعمليات إرهابية لنفذ تنظيم القاعدة على مستوى العالم. يعني جميل دكتور مختار غباشي، يعني استمعت إلى ما ذكره الأستاذ حسن في رؤيته لهذه التطورات اليمنية، يعني حتى موضوع التدخل العسكري يعني وكأنه ورقة ضغط يلوح بها الخليجيون للدفع بالمسار السياسي قدما. هل برأيك وصلت الأزمة في اليمن إلى حد إمكانية التدخل الدولي عسكريا برأيك؟ يعني بداية تحياتي إليك وإلى ضيفنا العزيز على معانا على الهواء وإلى شعب سلطنة عمان ومملكة.
دي نقطة. النقطة الثانية، وأنت تتحدث عن الوضع في اليمن، الوضع في اليمن من وجهة نظري وصل إلى مرحلة الخطورة إن صح التعبير. هذه الخطورة أتت من خلال معطيات موجودة على أرض الواقع واختلال في موازين القوى داخل الساحة اليمنية على وجه الخصوص. الآن الحوثيين يسيطروا على جزء كبير جدا من المحافظات اليمنية إن صح التعبير، يسيطروا على تقريبا على 90% أو 95% من صنعاء. هناك شبه شلل بالنسبة للجزء الجنوبي والحراك الجنوبي والضغط من أجل انفصال الجنوب عن الشمال. هناك القبائل المتأهبة في مأرب وشبوة، وإلى حد كبير جدا وصل الحراك الخاص بها من محافظة تعز إلى حدود محافظة البيضاء. هناك حالة من حالات الاستقطاب السياسي الحاد داخل الساحة اليمنية، ما بين الحوثيين، ما بين حركة الإصلاح، ما بين المؤتمر الشعبي، ما بين الحراك الجنوبي، ما بين الحزب الاشتراكي، ما بين القبائل. كل هذه أصبحت الآن متأهبة، كل طرف ضد الطرف الآخر. ولو خرجت برا الساحة اليمنية قليلا ونظرت إلى الواقع الإقليمي والواقع الدولي، وأنظر إلى تصريحات ساسة خرجوا من إيران، منهم علي أكبر ولاياتي، منهم علي زكاني، علي أكبر ولاياتي الذي تحدث أننا نسيطر على أو نمتلك أربع جيوش شعبية في أربع عواصم عربية، حددهم بالاسم: العراق، سوريا، لبنان، اليمن. الجزء الثاني لما يتحدث علي زكاني أن لولا الحرس الثوري لسقط نظام بشار، لولا قاسم سليماني في بغداد لسقطت بغداد. الآن نسيطر على 14 محافظة و90% أو 95% من صنعاء. هذا هو الواقع الذي نراه. لو أنت نظرت إلى الحل السياسي داخل الساحة اليمنية الآن، أنا من وجهة نظري أصبح أكثر صعوبة، خصوصا أن وثيقة السلم والشراكة اللي تم التوقيع عليها ما بين الأطراف إلى حد كبير جدا يعني لم تصل إلى معطيات من خلالها على أرض الواقع تطمئن من خلالها الأطراف، حتى وإن تشكلت حكومة بحاح. لكن أنا من وجهة نظري أن هناك خلل كبير جدا مرتبط بمسألة الأقاليم الستة واعتراض الحوثيين عليها. أنا من وجهة نظري كل هذا الحراك مرتبط بوضع الأقاليم الستة على وجه الخصوص، وضغط الحوثيين لتعديل هذه المنظومة، أو الرجوع إلى مسألة الإقليمين، أو إلغاء ما يسمى بالأقاليم الستة، أو تعديل الأقاليم الإدارية أو التقسيمة الإدارية للأقاليم الستة. وأنا مش عايز أعدد الأقاليم الستة وشكل الإداري الموجود فيهما. لكن بشكل أو بآخر، لا، أنت أمام أزمة طاحنة داخل اليمن. مسألة الحل السياسي بالنسبة لها أنا من وجهة نظري هو أكثر صعوبة. طيب، تقول أن الحل السياسي يعني لا يزال بعيد المنال أو صعبا. طيب، ما هي الحسابات هنا الدولية التي تحكم خيار اللجوء العسكري؟ شوف، يعني أنت أمام قوة دولية بشكل أو بآخر لها مصالح. أنت أمام مجلس التعاون الخليجي اللي كان إلى حد كبير جدا له اليد الطولة داخل الساحة اليمنية، هو اللي طرح المبادرة الخليجية، كان له قوة سياسية موجودة على الأرض مؤيدة ليه، علي حسن الأحمر، وكان بيسيطر على جزء كبير جدا من الجيش. خلينا أقول لك، حركة الإصلاح بحكم السنة إلى حد كبير جدا كان جزء مساند منها لمجلس التعاون الخليجي، بجانب بعض القوى الشعبية إلى حد كبير جدا. المجلس التعاون الخليجي فقد هذه السيطرة، علي حسن الأحمر ليس له وجود داخل الساحة اليمنية. الحراك، حركة الإصلاح إلى حد كبير جدا يعني هي تناور، لكن لم تصل بعد إلى مرحلة الندية مع الحوثيين بدرجة أو بأخرى، فإلى حد كبير جدا. ومجلس التعاون الخليجي ينظر إلى هذه التوترات وإلى هذه الأمور بنوع من الريبة والشك ويعني القلق بدرجة كبيرة جدا. سيطرة الحوثيين بما وراهم من قوى إقليمية معلومة سلفا، وإذا تابعت مع اليوم السفينة التي رصدت في ميناء الحديدة وبها أسلحة أتت من روسيا يعني لمساعدة الحوثيين، مسألة تقلق مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. هناك الولايات المتحدة الأمريكية ولها تعاطي ولها موقف فيما يحدث داخل الساحة اليمنية، والممر المائي ومضيق باب المندب مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وسيطرة الحوثيين مسألة تقلقها بدرجة كبيرة. هناك بعض القوى العربية اللي بدأت تنظر إلى هذه التطورات داخل الساحة اليمنية بنوع من التوتر وبنوع من الشك.
طيب مع ذلك هناك كما أشرت دكتور مختار هناك تعقيدات، هناك تحالفات، هناك مصالح، ولكن لم تجبني بشكل يعني واضح، هل المجتمع الدولي جاهز للتدخل العسكري في اليمن؟ لا، ليس جاهز بدرجة أو بأخرى، لأنه مسألة التدخل العسكري مسألة لها مخاطر ما فيش شك. المسألة الآن أنا متصور في مرحلة الضغط أو في مرحلة التهديد. الضغط السياسي من وجهة نظري لم يفلح بموجب المبادرة أو المفاوضات اللي بيقودها جمال بن عمر، وأنا أتصور يعني وصل لمنحدرات فيها ووصل فيها إلى درجة الصفر. يعني الآن ما عندكش رؤية واضحة للساحة اليمنية. هل الإعلان الدستوري اللي أصدره الحوثيين هيتم الغاء ولا هيتم التصميم عليه؟ هل المجلس البديل للبرلمان اليمني هيتم التعويل عليه ولا لا؟ طيب. هل مسألة المجلس الرئاسي اللي كثير جدا من الاعتراضات او الشكليات الخاصة به هيتم التعويل عليه؟ موقف عبد الرب وهادي منصور وعلي عبد الله صالح وحكومة بحاح هيكون شكلها ايه؟ طيب. يعني عندك مشاكل كثيرة جدا موجودة داخل الساحة اليمنية. طيب استاذ حسن، يعني كما تحدث الدكتور مختار، هو يرجح اكثر ربما او يميل الى ان الحل السياسي بعيد المنال، وربما هناك تدخلا عسكريا وشيكا او غير وشيك، ولكنه يعني الصوره اكثر صعوبه لاي اتجاه للحل السياسي. انت برايك لاي مدى يمكن ان يستجيب المجتمع الدولي للتدخل العسكري في الازمه اليمنيه بعد تحذيرات، بعد دعوات مختلفه بضروره التدخل لانقاذ اليمن من التقسيم؟ أنا أؤكد على أنه الحل العسكري أو التدخل العسكري ليس حلا، وكما ذكر الدكتور أنه فعلا المجتمع الدولي ليس جاهزا للتدخل العسكري في اليمن، والتدخل العسكري سيكون له مخاطر كبيرة جدا، لأنه أين سيتدخل وما هي المناطق التي سيكون هناك تدخل عسكري فيها، لأنه الأمور مختلطة. لكن أنا في اعتقادي أنه ما يجري الآن هو من باب الضغط على الأطراف السياسية والمكونات من أجل العودة إلى مسار المفاوضات. أنا في اعتقادي أنه كان هناك يوم أمس كان هناك مواقف جيدة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بأنه تنازلوا عن شرط مهم جدا من أجل العودة أو الوصول إلى حل. قالوا أنهم مع الإجماع الوطني، بمعنى أنهم هم كانوا متمسكين بأن البرلمان يبقى كما هو أو مجلس النواب يبقى كما هو وتوسيع مجلس الشورى. في موقفهم يوم أمس أكدوا أنهم إذا كان الإجماع الوطني في إعادة الهيئة التشريعية بشكل آخر، بمعنى أنه إلغاء مجلس النواب وعمل أو إنشاء مجلس وطني أو هيئة تأسيسية وطنية تشريعية جديدة، فهم مع هذا الحل. وهذه نقطة مهمة، وأعتقد أنها ستغير مسار المفاوضات إلى الأفضل. أيضا جمال بن عمر أعتقد أنه يجري مباحثات وتشاورات واتصالات مهمة جدا في إطار أنه لابد أن يكون هناك حل. وأنا من المؤيدين أو من الناس الذي يقولون أنه الحل السياسي أو العملية السياسية ستعود إلى مسارها. طبعا أنا من وجهة نظري أنه الاتفاقات السابقة سواء كانت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم توقيعه بين مختلف الأطراف في 21 سبتمبر لم يتم تنفيذهما التنفيذ الدقيق. الأطراف الآن عليها أن تعي أنه حتى لو وقعت الآن اتفاق جديد أو مبادرة جديدة يجب عليها أن تنفذها تنفيذا دقيقا بدون انتقائية. على المجتمع الدولي، أنا لا أريد أن أقول أن المجتمع الدولي يتدخل عسكريا، لأنه لا أحبذ أنا ولا أتمنى أن يكون هناك تدخل عسكري في بلدي من 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 أي دولة كانت، لكن أنا أريد أن يكون هناك ضغط. إذا كانوا المجتمع الدولي والأخوة في الخليج حريصين على مصلحة اليمن وعلى مصالحهم أيضا في اليمن، عليهم أن يكون هناك ضغط سياسي، أيضا مساعدة لليمن، مساعدة اقتصادية، مساعدة أمنية، من أجل أن
يساعدنا على تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه والضغط على الأطراف من أجل التنفيذ. لكن أنا لا أحبذ ولا أتمنى أن يكون هناك تدخل عسكري في اليمن، وهذا طيب. ليس أنا أقول أنه التدخل العسكري ليس في مصلحة أي طرف سيتدخل، سواء كانوا طيب. الأخوة في الخليج أو حتى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي. طيب سأعود إليك أستاذ حسن للإشارة إلى بعض التطورات اليمنية، وخاصة فيما يتعلق بما يحدث الآن في الجنوب. ولكن قبل ذلك أعود إليك دكتور مختار، يعني سمعنا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقول صراحة أن اليمن ينهار على مرأى الجميع ولا ينبغي أن نقف بلا حراك. ما هي التداعيات التي يمكن أن تنجم عن هذا الانهيار لا سمح الله الذي يتحدث عنه بان كي مون على مستوى العالم العربي بصفة عامة، على مستوى الخليج بصفة خاصة؟ شوف أستاذ يوسف، أنا هقول لك حاجات تلغرافية ما فيهاش جدل. يعني انهيار اليمن أو وصول اليمن إلى مرحلة انهيار مسألة غير مرغوب فيها، لا إقليميا ولا عربيا ولا دوليا. دي واحد. اتنين، دي نقطة مهمة جدا من وجهة نظري، المبادرة الخليجية انتهت لأن ملهاش أرض، ملهاش مؤيدين على أرض الواقع، أو المؤيدين أو المراعين لها على أرض الواقع انتهوا من الساحة اليمنية. لعندك عائلة الأحمر اللي كان لها دور كبير جدا في الجيش اليمني وإلى حد كبير جدا كان فرض سيطرة، ولعندك حكومة يمنية مؤيدة ليها بدرجة أو بأخرى. أنت عندك حالة من حالات الخلل الدستوري أو الفراغ الدستوري داخل الساحة اليمنية، لعندك حكومة ولعندك رئاسة موجودة بدرجة أو بأخرى. الجزء الثالث أن هناك معطيات على أرض الواقع اختلفت، هناك سيطرة للحوثيين وحلم من وجهة نظري للحوثيين أصبح موجود على أرض الواقع بدرجة أو بأخرى، وهناك قوى إقليمية مؤيدة ليهم بشكل صريح وبشكل واضح. وأنا تطرقت إلى حديث علي أكبر ولاياتي وحديث زكاني وحديث كثير جدا من الساسة الإيرانيين في هذا النطاق. المشكلة الآن أنه هل وثيقة السلم والشراكة اللي تم توقيعها بعد اجتياح الحوثيين لصنعاء في 21 سبتمبر هي صالحة الآن؟ أنا من وجهة نظري أيضا انتهت، لأن حتى ولو أنت نظرت إلى وثيقة السلم والشراكة في حد ذاتها اللي على أساسها تم تشكيل حكومة بحاح، وكان هناك يعني تحديد او اطر معينه من تعيين اثنين مستشارين من الحراك الجنوبي والحوثيين، من اختيار بعض الوزارات من الحوثيين ومن الحراك الجنوبي وغيره، يعني كان هناك معطيات كثيره جدا. هذه المعطيات الان تغيرت، هناك اعلان دستوري صدر من الحوثيين له معطيات جديده، هناك قرار بتشكيل 551 عضو بديل للبرلمان اليمني يتم من خلاله عمل معطيات جديده، هناك سيطره فعليه على ارض الواقع، لكن هناك مناوئه طيب. كثير جدا من القوى اليمنيه. السؤال مدى قدره القوى اليمنيه الاخرى على انها تشكل نديه تجعل الحوثيين مع هذه القوى يجلسون ويحاولوا بشكل او باخر الوصول الى وثيقه جديده، الى اتفاق جديد ان صح التعبير. المساله الان كيف ننقذ اليمن من معترك خطير هو واقع فيه لا محاله، خصوصا ان انا عندي امور كثيره جدا موجوده داخل الساحه اليمنيه. الحراك الجنوبي يريد الانفصال ما فيش شك، ويعترض على مساله الاقاليم السته، والى حد كبير جدا الظرف الحالي هو احسن الظروف بالنسبه له لمساله تحقيق الانفصال او غيره. يعني هنواجه ده ازاي؟ دي مشكله. الجزئيه الثانيه ان هناك قلق، وبدات بعض الحراك من القبائل الموجوده في مأرب وشبوه وكثير جدا من المناطق اليمنيه، وبدات عمليه تسليح وبدا الاستعداد لعمليه المواجهه. هتحد من قدره ده ازاي؟ ده اثنين. ثلاثه، كيف تقنع الحوثيين بان ما اقدموا عليه في ظل هذا الواقع الاقليمي والواقع الدولي الى حد كبير جدا بيثير بعض القلاقل موجوده في المجتمع الدولي. هناك قلق ويعني وقلق شديد من وجهه نظري من المملكه العربيه السعوديه على وجه الخصوص، خصوصا ان المساله يعني الى حد كبير جدا هتطولها. هناك قلق من مجلس التعاون الخليجي اللي كان ينظر الى اليمن في وقت من الاوقات ان هو عمق امن قومي ليه بشكل او باخر. هناك قوى اقليميه دخلت الى الساحه اليمنيه ولها ارضيه على ارض الواقع، والى حد كبير جدا هذه القوه يعني تخيف بعض القوى العربيه وعلى راسها مجلس التعاون الخليجي. هتحل المعادله دي ازاي؟ طيب. عن طريق
المندوب الأممي اللي هو جمال بن عمر ومبادرة. لا، أنا من وجهة نظري لابد أن يكون هناك ضغط على الأطراف اليمنية يرقى إلى مسألة القلق داخل الأطراف اليمنية من وجه ذاته عشان تقدر تصل فيها إلى حل لهذه المعضلة. هتشكل مجلس رئاسي أو هتعيد البرلمان اليمني؟ هتعمل دستور جديد ولا هتحيي الدستور القديم؟ عندك مشكليات كبيرة جدا على أرض الواقع، ليست سهلة وليست هينة، خصوصا أن أنا عندي طرف عالي وهو الحوثيين وحركة أنصار الله، وعند أطراف أخرى إلى حد كبير جدا تناوي، طيب، لكن ليست في قوة الحوثيين. طيب، إذا أستاذ حسن، في ضوء هذا التوصيف وهذا التحليل الذي ذكره الدكتور مختار الغباشي، كيف فعلا نستطيع أن ننقذ اليمن؟ أخي العزيز، أنا أتفق مع الدكتور مختار أنه فعلا ما المبادرة الخليجية انتهت تماما، لأنه هي كانت محددة بزمن معين وتم التلاعب على هذه البنود والآلية المزمنة إلى أن وصلت الأوضاع إلى هذا المستوى. أيضا اتفاق السلم والشراكة الذي تم التوقيع عليه تم القفز عليه من بعض الأطراف، تم تجاوزه. الآن نحن أمام واقع جديد ووضع جديد. الآن علينا جميعا أن نعمل على إنقاذ اليمن كما قلت، وإنقاذ اليمن يأتي أولا من أبنائه، لأنه لا يمكن أبدا أن تكون سواء الأطراف الإقليمية أو الدولية أن تكون بديلا عن الاتفاق الداخلي. أنا أعتقد أنه ربما يكون هناك قلق من المجتمع الدولي، من المجتمع الإقليمي على الأوضاع في اليمن بحكم أن مصالحها ستتضرر، لكن نحن الذي يجب علينا أن نقلق، نحن الذي يجب علينا أن نتفق، نحن الذي يجب علينا أن نعمل على إنقاذ اليمن. الأطراف والمكونات السياسية في البلد يجب عليها أن تدرك أنها هي التي يجب عليها أن تخرج اليمن كما أوصلته إلى هذه الأوضاع وإلى هذه الظروف. عليها أن تعيد حساباتها، عليها أن تعمل على الخروج الآمن، الخروج من هذه المفاوضات باتفاق. هذا الاتفاق يجب أن يكون قابل للتطبيق وللتنفيذ. نحن الآن أمام وضع جديد، هناك قوى ظهرت، هناك قوى خفت بريقها قليلا، لكني أريد أن أقول أنه الوضع لن يتم حل المشكلة اليمنية إلا من أبنائها. المجتمع الدولي، المجتمع الإقليمي يجب أن يكون عليه أن يكون داعم، ويجب عليه أن يعمل على مساعدة اليمنيين من كل النواحي من أجل أن يخرجوا من هذا الوضع السيء الذي يمكن أن يؤثر على الجميع. كما ذكرت أنا، هناك مخاطر وتحديات كبيرة تحيق باليمن. هناك تنظيم القاعدة الذي يتربص هو في محافظات، يمكن 4 أو 5 محافظات يتواجد فيها بشكل كبير، ويمكن أن يتربص ويمكن أن ينقض في أي لحظة على البلد. وبالتالي نحن أمام وضع صعب، علينا كيمنيين أن نخرج منه، وعلى المجتمع الدولي والمجتمع الأقليمي أن يدعم ويساعد، لا أن يصب الزيت على النار. أتمنى من الأخوة في مجلس التعاون الخليجي، أيضا من الأصدقاء في المجتمع الدولي، أن يدعمونا من أجل أن نخرج من هذا الوضع السيء الذي سيؤثر عليهم. بالتأكيد أن الوضع إذا تدهور في اليمن فإنه 100% سيتضررون هم. طيب، أكثر من اليمنيين. طيب أستاذ حسن، مع ذلك يعني مع احترامي لوجهة نظرك، لم تتحدث إلى سبل بعينها للضغط على الأطراف، على المكونات اليمنية التي يعني يكاد البعض يقول أنها سوف تدخل في حرب أهلية، وأنت تتحدث عن اتفاق، وربما قد يجلس اليمنيون على طاولة التفاوض، في حين يعني نسمع اليوم أن قوات موالية للرئيس اليمني السابق هادي تسيطر على مباني في الجنوب، وهناك ربما نذر لصراع أهلي في تقسيم البلاد. أخي العزيز، أنا أريد أن أقول بالنسبة للمحافظات الجنوبية، للحراك الجنوبي، أنا أقول أنه لو أن هناك قدرة لدى قيادات الحراك على الانفصال
كانت انفصلت من منذ فترة طويلة، لكنها لا تملك القدرة على أن تحكم هذه تلك المناطق، المناطق الجنوبية، وبالتالي هي أحوج ما يكون إلى أن تظل في لحمة اليمن الواحد، اليمن الذي يجب أن نسعى إليه، اليمن الاتحادي، اليمن يعني اليمنيين تحاوروا لمدة 10 أشهر وأكثر في مؤتمر الحوار الوطني وخرجوا ببعض بل حلول ممتازة يمكن أن يتم البناء عليها، ونواصل الجهود طيب. من أجل أن نصل إلى حل. أنا أعتقد أنه ما يجري الآن في المحافظات الجنوبية هو من باب أنه كل طرف من أطراف الحراك الجنوبي يريد أن يظهر أنه مسيطر وأنه ممكن أن يتغلب أو على الآخر، وأنه ممكن أن ينشئ دولة في الجنوب، لكن أنا في اعتقادي أنه هذا خطأ وأنهم لن يستطيعوا، لو أنهم قادرين وأن أي طرف كان قادر على أن يحكم المحافظة الجنوبية كانوا عملوها وكانوا انفصلوا منذ فترة يعني أو منذ مدة طويلة. طيب أفتح معك محور آخر دكتور مختار، يعني أحد الأهداف البعيدة لما يوصف بالتمدد الحوثي بعد السيطرة على العاصمة هو الاستيلاء على ميناء الحديدة كهدف استراتيجي ربما يعني على شكل التحكم في خطوط التجارة الدولية بالسيطرة على مضيق باب المندب. كيف يمثل ذلك تهديدا ربما العديد من الدول على اعتبار أن باب المندب كما تعلم تمر به تجارة النفط العربية، تهديدا كذلك على وجه الخصوص الملاحة في قناة السويس؟ صحيح، ده سؤال مهم جدا يا يوسف. يعني شوف أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني أنا تطرقت معك إلى حديث أساسة في إيران وإلى وضع الحوثيين داخل الساحة اليمنية، وأنا أزعم بأن سبب رئيسي من أسباب هذا الحراك هي مسألة الأقاليم الستة واعتراض الحوثيين، لأن هم الإقليمين تهامة وأزال اللي هم تابعين لهم محافظة صعدة وعمران اللي مسيطرين عليهم ما لهمش منفذ على البحر، وكان أملهم في ده وحققوا ده بمنفذ الحديدة اللي راست اليوم أو أمس سفينة من روسيا بإمدادات أسلحة للحوثيين ليه. دي نقطة. النقطة الثانية أنه بالتأكيد هناك خلل في الواقع العربي إن صح التعبير، ليس الخلل مرتبط بالميناء البحري أو التحكم في مضيق باب المندب أو التأثير حتى على قناة السويس أو المجرى الملاحي. أنا من وجهة نظري هو هناك خلل في المنظومة الأمنية العربية، والسؤال العجيب من وجهة نظري أين جامعة الدول العربية من هذا المعترك ومن هذا الذي يجري داخل الساحة اليمنية أو داخل الساحة السورية أو داخل الساحة الليبية أو تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني. وإذا سمعت نبيه بري وهو رئيس مجلس النواب اللبناني وهو يتحدث أن تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني معطل بموجب قوى إقليمية على رأسها إيران، عشان كده نتكلم بصراحة. أنا في مشكلة داخل الواقع العربي، هناك خلل في المنظومة الأمنية العربية بدرجة أو بأخرى، هذا الخلل طال اليمن، يعني وصل إلى حد اليمن، هو سبق العراق واتاخد خلاص، سوريا الآن أصبحت مرتع لكثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية، أشرت إليك إلى لبنان، ثم ليبيا والحادث فيها والجماعات المسلحة ما بين أيديولوجيات مختلفة من رفاه الصحاتي إلى الصواعق والقعقاع إلى غرفة صوار ليبيا إلى إلى إلى، ثم وصلنا إلى الساحة اليمنية. الساحة اليمنية أنا من وجهة نظري إذ لم يكن هناك غطاء عربي، غطاء عربي خلينا أقول لك إن صح التعبير، مع تقدير الكامل للفصل السابع والتقدير الكامل للجوء إلى الأمم المتحدة أو محاولة التوصية بصدور قرار تبقى للفصل السابع، أين الغطاء العربي؟ أين الحل العربي؟ أين التعويل على هذا الحل بدرجة أو بأخرى للواقع داخل اليمن بشكل أو بآخر؟ أين سيطرة القوى العربية على القوى المتصارعة داخل الساحة اليمنية؟ هل الحوثيين تأييدهم الوحيد أو طرفهم الوحيد إيران؟ طب إذا كان الطرف الوحيد للحوثيين إيران، حركة الإصلاح، المؤتمر الشعبي، الحزب الاشتراكي إلى 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 من الموجودة داخل الساحة اليمنية، من يستطيع بشكل أو بآخر أن يعمل اتزان في هذه المعادلة؟ أنا في أمس الحاجة إلى من وجهة نظري إلى إنقاذ اليمن من الواقع اللي هو فيه. هذا الإنقاذ لن يتأتى إلا بإدراك الأطراف اليمنية المتصارعة بدرجة أو بأخرى بأن اليمن أصبح في خطر وأن المواطن اليمني أصبح في خطر. دي نقطتين مهمين جدا. أما الوصول باليمن إلى مسألة انفصال الجنوب وإلى مسألة عراق واستعداد ما بين القبائل وما بين اللجان الشعبية وما بين ده أو ده أو ده، أنا عندي فيه مشكلة.
طبعا ما فيش شك ان سيطرة الحوثيين، ارجع لك للسؤال المهم جدا، ان سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة وبداية التحكم في مضيق باب المندب، وهو حلم كبير الى حد كبير جدا، هيساعد يعني او هيؤدي الى دخول قوى اقليمية وقوى دولية داخل هذا الصراع بدرجة او باخرى. الولايات المتحدة الامريكية معنية بهذا الممر بشكل كبير، مصر كقوة عربية صاعدة تستدعى من قبل كثير جدا من القوى العربية، الجيش الوحيد الثابت تشكل ثلث عدد سكان العالم العربي، هناك محور استراتيجي يبنى بينها وبين مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير جدا هتتأثر. لكن هو السؤال مش قضية التأثير، هو السؤال ما هو الحراك المستقبلي اللي تملكه المنظومة العربية والخليجية والقوى العربية الكبيرة اللي تستطيع أن تفرض حلا داخل الساحة اليمنية. هذا هو السؤال الصعب يا يوسف. طيب، من يطرحه ومن يستطيع أن يتحكم فيه ومن يستطيع أن يفرضه على الأطراف المتصارعة داخل الساحة اليمنية؟ طيب دكتور مختار، مع ذلك عن الحوثيون نفسهم يتحدون دعوة دول الخليج لإجازة التدخل العسكري، ما هي توقعاتك ربما عن الخطوة القادمة؟ هل تتوقع مثل تدخلا خليجيا مصريا في اليمن في حال حسم الحوثيون الصراع؟ لا، تدخل خليجيا منفرد انا اتصور المساله فوق قدره الخليجيين على التدخل، الخليجيين لا يملكوا سوى قوات درع الجزيره والى حد كبير جدا قوات محدوده، دي واحد. اثنين، تدخل مصري في ظل الواقع المصري الداخلي من استقطاب سياسي، من مشاكل موجوده في شبه جزيره سيناء، مما رايناه بالامس في ليبيا والحدود الملتهبه، لا اتصور ان مصر مستعده. للاسف الشديد الواقع العربي الى حد كبير جدا وصل الى مرحله انه يستدعي محتل بيده. يعني مشكلتك في العالم العربي ان قواك ان قضاياك تتحكم فيها قوى اقليميه وقوى دوليه، انت تستدعي الولايات المتحده الامريكيه وتستدعي العالم الغربي لحل قضاياك، وهو ياتي اليك يبتزك ويبتز اموالك ويستنزف ثرواتك، وعندك مشاكل كبيره جدا موجوده في الداخل. والى حد كبير جدا نحن في العالم العربي اغمضنا اعيننا بدرجه او باخرى عن خلق منظومه امن قوم عرب، اصبحت هناك قوى اقليميه لاعبه مهمه جدا داخل العالم العربي. طيب، لن تستطيع ان تحل بعض القضايا الا بالجلوس معه. هل العالم العربي، دي النقطه المهمه جدا يا يوسف، هل العالم العربي مستعد للجلوس مع ايران، مع ايران كده بصريح العبارة، والتحدث صراحة عن الواقع داخل اليمن والواقع داخل سوريا والواقع داخل العراق والواقع داخل لبنان؟ هذا السؤال لابد أن يطرح هذا السؤال بصراحة مطلق. هل العالم العربي مستعد؟ هل جامعة الدول العربية مستعدة؟ هل القوى العربية الكبيرة، المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي أو مصر مستعدة إلى ذلك؟ طيب، أعود إليك أستاذ حسن، يعني ونعود إلى الواقع اليمني. هناك ثلاث خطوات قامت بها حركة الحوثي للسيطرة على صنعاء للاستيلاء على الحكم، ثم التحرك باتجاه المحافظات النفطية. ماذا عن تأثير الخطوة الأخيرة على التحالف مع الرئيس عبد الله صالح الذي رفض ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون أيضا؟ أخي العزيز، أنا أريد أن أضيف إلى ما طرحه الدكتور مختار. طيب، بالنسبة للواقع العربي، أنا أؤيد في أنه الجامعة العربية انتهت وانتهى دورها ولم يعد لها دور إطلاقا، سواء إصدار بيانات أو اجتماعات، لكن قراراتها لا تنفذ. وفي نفس الوقت الآن في ظل الوضع العربي المتدهور ووضع الدول العربية معظمها الآن في مشاكل داخلية، معظمها في مشاكل فيما بينها، أنا أشك في أنه الوضع العربي أو الجامعة العربية يكون لها دور. ما طرحه دكتور في نهاية كلامه أنه يجب علينا أن نتحدث إلى كل الأطراف التي يمكن أن تؤثر على الواقع العربي، مثل روسيا، مثل إيران، مثل الصين، هذه الدول يجب أن نتحاور معها ونتفاوض معها، ليس عيبا. عموما سأعود إلى الواقع اليمني وإلى الوضع اليمني، وأقول أنه الوضع كما نقول خطير جدا، لكن بالأمس كما قلت أنه حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح أعلن أنه مع الإجماع الوطني وأنه مع أي معالجة حتى لو كانت ضمن الإعلان الدستوري. المجلس الوطني الذي تم الإعلان عن أنه سيتم تشكيله
بناء على الإعلان الدستوري. أمس المؤتمر الشعبي العام وحلفاء قالوا ممكن أن يكون هناك مجلس تشريعي أو مجلس وطني، لا يهم، المهم إذا كان في مصلحة البلد فهم معه، وهذا في اعتقادي أنه تطور جيد وتطور مهم جدا للغاية. أيضا هناك من يطرح هذا الرأي مثل الحزب الاشتراكي وأيضا حركة أنصار الله مع هذا التوجه. أعتقد أنه ربما بقي بعض الأحزاب والأطراف يجري الآن التفاوض معها من أجل إقناعها بالقبول بما باتفاق جديد يبنى عليه الوضع، العودة إلى العملية السياسية، لأنها في اعتقادي هي التي يمكن أن تخرج اليمن. التهديد بالتدخلات الإقليمية والتدخلات الدولية عسكريا هذا صعب جدا، وبالتالي اليمنيون عليهم أن يدركوا أنهم لن يخرجوا من هذا المازق ومن هذا الوضع ما لم يتفقوا فيما بينهم. لا ينتظروا أحد يأتيهم سواء من أمريكا أو من أي مكان. أنا في اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية ارتكبت خطأ كبير بإغلاق سفارتها والانسحاب من اليمن، لأنها تركت الساحة لروسيا، للصين، لإيران، لدول أخرى، من أجل أن تكون لها تواجد أو يكون لها تواجد كبير في الساحة اليمنية. وأنا في اعتقادي أنه على هذه الدول أن تعود إلى اليمن وأن تعود إلى أن يكون لها دورا فاعلا في دعم العملية الانتقالية والعملية السياسية التي يمكن أن يتفاوض عليها الجميع لمدة سنة أو سنتين. المهم أنا أقول أنه اليمن في مفترق طرق، وضعها خطير ولن يخرج منه إلا بإرادة اليمنيين أنفسهم. طيب أعود لك الدكتور مختار للحديث عن جانب آخر يتعلق بالجار الأكبر لليمن السعودية. ماذا عن التحرك السعودي لحماية السعودية لحدودها الطويلة مع اليمن، مع سيطرة الحوثيين على المناطق المتاخمة للحدود المشتركة بين البلدين؟ يعني بالتأكيد، وأنا أشرت إلى قلق وترقب وضيق المملكة العربية السعودية مما يحدث داخل اليمن، على الأقل إنها فقدت مؤيديها داخل الساحة اليمنية، وأنا أشرت إلى عائلة علي حسن الأحمر وإلى الجيش اليمني وإلى الحكومة وإلى ما إلى يعني إلى ما يعني إلى كثير جدا من الواقع اللي موجود داخل اليمن. المملكة العربية السعودية ما فيش شك إن هي قلقة من هذا الترقب. هي المملكة العربية السعودية كانت تميل إلى مسألة الأقاليم الستة، وإن أقليم حضرموت وسبأ هم إقليمين متاخمين ليها، ويعني ولو وصل الأمر إلى نوع من الاتفاق السياسي ما بين الأطراف داخل اليمن إلى مسألة الأقاليم الستة، وكان هناك نوع من الفيدرالية أو الكونفدرالية في هذا النطاق، ربما كان وصلنا إلى الحل. لكن خلاص المسألة دي دلوقتي انتهت. المملكة العربية السعودية هتكون معنية بالتأكيد بحفظ حدودها بشكل أو بآخر، لكن حفظ الحدود من قبل المملكة في حد ذاته هناك قلق، لأن المملكة العربية دخول الحوثيين إلى يعني إلى هذا الواقع أو إلى هذا الشريط مسألة مزعجة للغاية للمملكة العربية السعودية. أنا شخصيا ما أعرفش هتتصرف المملكة العربية السعودية إزاي في هذا النطاق. هل هتعتمد على التحالف الجديد اللي تم بناؤه بين مصر، بين المملكة والمملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، وده تحالف إلى حد كبير جدا، هناك معطيات كثيرة جدا له على الأرض. هل الولايات المتحدة الأمريكية في وقت ما إذا ما رأت أن هناك خلل هيتم مع الحدود هتقوم بتدخل بشكل أو بآخر، أو لغة المجتمع الدولي في التدخل هترتفع وتيرتها؟ ما تعرفش. هل الحوثيين بدرجة من الذكاء أنه بشكل أو بآخر ما يستفزوش المملكة العربية السعودية ويصل سيطرتهم إلى الحدود المتاخمة للمملكة، ودي مسألة إلى حد كبير جدا تبقى بداية النهاية بالنسبة لهم من وجهة نظري؟ يعني المسألة الآن في ظل استكشاف يا يوسف، ما تقدرش أنت تحدد معالمها. أنا من وجهة نظري أن الحوثيين بيتحركوا بنوع من الذكاء، يعني إلى حد كبير جدا فرضوا سيطرة على بعض المحافظات، وصلوا إلى تخوم صنعاء، ثم سيطروا على صنعاء، ثم شلوا
إيد الحكومة اليمنية والرئاسة اليمنية بدرجة أو بأخرى، ثم الآن هم بيجلسوا مع الأطراف بشكل أو بآخر، لكن لهم رؤية ولهم قوى إقليمية مساندة ليهم ولهم أهداف ومغازي، وهناك أطراف تصارعهم طيب. بدرجة أو بأخرى ليسوا بالقوة اللي مع الحوثيين، وليست لهم أطراف تستطيع أن تساعدهم. إذن بسؤال أخير دكتور مختار، كيف يؤثر هنا بروز الحوثيين كقوة سياسية عسكرية ناشئة على موازين القوى الإقليمية، خاصة يعني وأنها نجحت كما أشرت أنت في أن يكون لها منفذ كذلك على البحر يسهل لهم الحصول على إمدادات عسكرية لوجستية، وهم اليوم لاعب قوي في اليمن؟ يعني شوف، يعني أنا من وجهة نظري عاصمة عربية أخرى مش عايز أقول خرجت من منظومة الأمن القومي العربي، يعني أنا من وجهة نظري لو نظرت إلى العراق، العراق الآن يعني الشيعة أو إيران لها اليد الطولة داخل إيران، ما نقدرش نتكلم ومش عايز أخوض في هذه المسألة. سوريا الآن لا تستطيع أن تفرض فيها حلا إلا بالجلوس مع إيران وروسيا بحكم المصالح الموجودة داخل سوريا. ليبيا وخلاص، لبنان ومعطلة. الساحة اليمنية أنا آسف إذا كنت هقول لك يا يوسف، إلى حد كبير جدا سيطرة الحوثيين ومن وراءهم إيران إلى حد كبير جدا أصبح أمر واقع داخل الساحة اليمنية. هي كيف سوف نتعامل في العالم العربي مع هذا الواقع الجديد بشكل أو بآخر؟ هل هيتم ترويضه لمصلحة الأمن القومي العربي؟ سؤال بيطرح نفسه بقوة. هل هيتم التعامل معاه بهذا الشكل؟ هل هيبقى إضافة لأزمة من الأزمات الموجودة داخل العالم العربي؟ ده سؤال لابد أن يطرح على الساسة وعلى الزعماء في العالم العربي ويدونا إجابة عليه. طيب جميل دكتور مختار، طبعا بإضافة لهذه الأسئلة هناك أسئلة عدة تتعلق إلى أي مدى ربما يطول صبر هذه القوى الإقليمية على الحوثيين، هل ستنجح مساعي المجتمع الدولي في إنقاذ اليمن من التقسيم؟ هناك أسئلة عدة سيكون لها مكان آخر في حلقة أخرى من برنامج شؤون الساعة. أشكرك دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وكان كذلك معنا من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن الوريث. كما نشكركم مشاهدين على حسن متابعتكم، نلتقيكم الأسبوع المقبل مع شأن آخر من شؤون الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.